بسم الله الرحمن الرحيم. في قصة عجيبة ظهرت مؤخرا وهي قصة محمد رمضان والنقاش. أظن إن إحنا ممكن نسميها كده، أنا مش عارف إذا كان ده ممكن يبقى اسم فيلم أو لأ، لكن اللي حصل إنه في نقاش طلع، واحد بيبيض حيطان يعني، طلع وقال يا جماعة ده محمد رمضان ما اداليش فلوسي. قال الكلام ده فين؟ على السوشيال ميديا، وعمله الليلة. ف الفنان محمد رمضان تواصل معاه، ده كلام بيقوله النقاش يعني. نخلي بالنا هنا ان الواهي هي رواية النقاش. محمد رمضان تواصل معاه وقال له لو ليك فلوس تاخدها. وبعدين اتضح انه في وسيط ما بين الفنان محمد رمضان وما بين النقاش، وان الوسيط ده هو اللي كان واخد الفلوس. فالفنان محمد رمضان قرر برجولية وبشهامة منه، معروفة عنه طبعا، ان هو يدي الراجل فلوسه. وما كان من النقاش بعد كده الا ان هو طلع وقال يا جماعه الراجل اداني فلوسي وانا كنت غلطان وانا افتريت عليه وانا راجل وحش وكان ناقص يشتم نفسه ويضرب نفسه بالجزم. القصه دي قصه غريبه جدا وتصيبك بالاندهاش وتخليك تفكر في انه يمكن ده يكون سببه هي قصه الطيار اللي مات كمدا. فهو مش محمد رمضان كبقى مطرب وفنان مش عايز يلتصق بيه ان هو راجل طاغية ومفتري وبيفتري على الناس وبيفتري على الصناعية وبيفتري على الطيارين وكده. فلما لقى الموضوع كده راح لامم الدنيا بسرعة وراح جايب النقاش وراح مديله فلوسه. طيب هل ممكن القصة دي تكون فيك؟ احتمال، احتمال القصة دي تكون فيك وان هي تكون معمولة علشان خاطر تغطي على قصة أبو اليسر. قصة أبو اليسر دي كانت إيه؟ إن الراجل محمد رمضان طلع معاه في كابينة القيادة، فالراجل اتمنع من قيادة الطيارات طول عمره وخسر شغله وحصل بينهم قواضي، وبعدين بعد كده كسب القضية الطيارة أبو اليسر وخد 6 مليون جنيه. هو ما خدهم، مش ما خدش 6 مليون، هو ما لحقش ياخدهم لأنه هذا الرجل مات كمدا بسبب إن هو خسر وظيفته اللي هي بالنسبة لناس كتير هي أهم حاجة في حياتهم وهي السبب الأساسي اللي بيحصلوا من خلاله على الواجهة الاجتماعية والاستقلال والرخاء المادي. فهل بقى محمد رمضان عمل قصة نقاش عشان يرد، ولا يرد على القصة دي ويغلوش عليها، ولا فعلا دي قصة حقيقية؟ إن كانت قصة حقيقية فقصة عجيبة جدا، عجيبة جدا يعني، انه نقاش يطلع ويقول ده خد مني فلوس وما رجعهاليش، فيطلع هو يقول لا ده انا اديته بس في وسيط خد الفلوس هو، وان الوسيط ده اسمه بديوي، وانه لا. وبعدين يطلع هو يقول لا يا جماعه هو الراجل رجع لي حقوقي وانا مرضي والدنيا تمام. شكرا.